Factory Creational Design Patterns. اليوم راح ندرس نوع آخر من أنواع الـ Creational Patterns بالـ Design Patterns وهو الـ Factory. شنو فائدة الـ Factory وش وقت استخدمه؟ لما عندك Class تريد تنشئ منه Object بدون ما تعرف أنت هذا الـ Class وبدون ما تريد تدخل بتعقيد عملية إنشاء الـ Object راح تستخدم الـ Factory. حتى تستخدم الـ Factory تحتاج إلى وجود شرط أنه الكلاس اللي تريد تنشئ أوبجكت منه اللي أنت ما تعرفه بالنهاية هو لازم يكون واحد من مجموعة كلاسات بالنهاية ترث أما كلاس واحد أو تسوي implement لإنترفيس واحد. وبما أنه إحنا ما مسوين deal with هيك شيء سابقا فسويت لكم مثال بسيط لأن إحنا ما عدنا مستعملين لحد الآن أي شيء بالأندرويد بفاكتوري نستعمله بالدروس المقبلة إن شاء الله. فالمثال اللي سويته كالآتي: عنده interface اسمه hot drink وبي function واحدة اسمها drink. هذا الانترفيس يسوي له extend أو implement مجموعة من الكلاسات اللي هي cappuccino و latte و mocha. كل واحدة مجرد بيها دالة من تدعيها drink راح تسوي لك drinking هو اسم هذا drink. طيب كيف طبقنا أو كيف أنا أجي أسوي factory؟ حتى تسوي factory حتجي تسوي class. هذا الكلاس بيفدالة ترجع لي الأوبجكت أو تسوي له create. المهم الرجاع مالتها دائما لازم يكون من نوع الانترفيس اللي أو الكلاس اللي تترث من عنده وتطبقه الكلاسات البقية. طيب هذه الدالة دائما بيها parameter. هذا الباراميتر يساعد أو يعلمها شلون أو يقولها شنو نوع الأوبجكت اللي تسويه بدون ما تعرف شنو الأوبجكت. يعني أما أمر له فت string معين أو الأفضل من السترينج أن تمر لها enumeration معين حتى يصير عندك typo ممكن بي وتخطأ بين مرة ومرة. الشغل ماتها هي حتشيك على enumeration أو السترينج اللي إجاها وفقها تقرر شلون تسوي object جديد وبالنهاية أكيد راح ترجع الobject اللي سوته واستخدمنا return when لأن الوين ممكن ترجع الobject اللي سوته مباشرة. طيب ممكن ايضا يحتوي على مجموعه باراميترز سيت بالكونستراكتور سيتهن الى اخره من التفاصيل. المهم احنا بعد ما راح نستدعي الكونستراكتور مال اوبجكت اذا نريد نسوي راح نجي للفاكتوري وبعدها من خلال الفاكتوري من راح نمرر الاسم نقول له يا فاكتوري جهز لنا اوبجكت من فلان نوع. ما راح نعرف التايب مالته لا اللي راح نعرفه انه حيرجع لنا هو الاوبجكت المناسب وصاير له كرييت بدون ما احنا ندوخ بتعقيداته. خلنا نروح إلى المين أكتيفيتي أول ما يصير create للـ UI راح أجرب هذا الكود. فراح أجي أقول val factory يساوي لي hot drink factory ومن ثم val my drink يساوي لي الفactory dot create وراها راح أجي أقول له name شنو الاسم اللي اريده. مثلا انا اريد الموكا. بعدها راح اجي اسوي حتى اتاكد الوضع تمام log i ونقول له فتاق معين ومن ثم راح اجي اقول له الماي درينك نقطتين class.java.simpleName. هذا راح يرجع لي اسم الكلاس اللي انا استخدمه. انا عندي هنا أنا hot drink factory هو مسؤول عن يسوي لي object من نوع موكا. انا ما حددت هنا شنو انا عندي object من نوع موكا. انا مجرد مررت له string معين وهو وفقه راح يقرر ينشئ object بدون ما انا اعرف تعقيد عملية انشاء الobject سواء كان يحتاج له constructor parameters واحد عدة parameters ولا parameter هو المسؤول عنه الفاكتوري. الان راح اسوي run واروح الى locat. خل نجي نخلي هذا اوكي. لو اروح باللوجز راح اشوف انه مسوي لوج الموكا معناها انشئ لي اوبجكت من كلاس موكا. ونفس الشيء لو نجي نقول له مثلا my drink dot drink خل اشيل التاج لان مسوي بها برنت واسوي رن. اوكي في مكان ما خل اقول له كنترول اف واقول له نروح نشوف الموكا المفروض بها درينكينج موكا من تقول له درينك
drinking. Okay. ظهر لي هذا السطر أنه أني دا أسوي drinking mocha. دا أشرب mocha. إذن هذا هو الفاكتوري باترن. خلنا نرجع للكينوت. عندنا بعد الفاكتوري عندنا abstract factory. هذا أكثر تعقيد من الفاكتوري لكن بنفس آليته. هذا حيوفر لي مجموعة فاكتوريز أخرى لإنشاء الأوبجكت. احنا في هذا الكورس مو كورس ديزاين باترنز، احنا كورس اندرويد، فلذلك راح نعطيك معلومات البسيطة عن المواضيع اللي نحتاجها حتى تكون صورة شنو الديزاين باترنز لما نستعملها تعرفها، مو كوبي بيست للكود. فلذلك راح ناخذ امثلة بسيطة من كل نوع من انواع الديزاين باترنز نطبقها بشكل نظري. فلهنا ينتهي هذا الفيديو، شكرا للمشاهدة.